أول ما شافت الساعة انهارت في العياط وفضلت تصرخ، هاتولي بنتي، عاوز أشوف بنتي. طب هي عايشة ولا ماتت؟ هي فين؟ ومفيش ثواني وقعت من طولها. نقلناها فورا على أقرب مستشفى والدكتور شخصها انهيار عصبي. القضية دي من أول يوم ما استلمتها وأنا عندي إحساس إنها مش هتنتهي على خير. الموضوع بدأ ببلاغ اختفاء عادي، أم بتأكد إن بنتها ما رجعتش البيت بقالها أكتر من 24 ساعة. محدش من أصحابها ولا زمايلها في الشغل يعرف عنها أي حاجة. أنا آدم الجيار، معاون مباحث، وكنت لسه منقول جديد اسم الهرم، وما كانتش دي طبيعة المحاضر اللي بتجيلنا في العادي. كان عندي إحساس إنها خرجت مع واحد صاحبها ولا سافرت، وإنها واحدة مستهترة وأكيد هتظهر. بس كنت كل ما بدور أكتر بغير فكرتي دي تماما. القضية دي علمتني إن مفيش حاجة اسمها صورة نمطية ولا قوالب معينة للتصرفات، وإننا ببساطة ما ينفعش نتوقع أي تصرف من أي حد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي، والنهاردة حلقة جديدة مستوحاة من أحداث حقيقية كتيرة جدا، والأغلب إنها مستوحاة من قضية حقيقية. القصة من كتابة لمياء شاهين، وتعالوا نشوف إيه حكاية القضية دي. يلا بينا. الساعة كانت 11 بالليل لما دخل واحد من العساكر، هو بيقول ان في ستة قاعدة برا من بدري وبتعيط ومش عايزة تروح قبل ما تكلم حد. قلت له دخلها يا ابني، خلينا نشوف في ايه. دخلت الست وهي واضح انها بتعيط بقالها مدة، وعمالة تقول الله يكرمك يا ابني، ارجوك شوف لي بنتي فين. كان يوم هادي على غير العادة، وكنت زهقان وماسك تليفوني بتفرج على كام حاجة، وقلت ادخلها واكسر الملل ده. اتفضلي يا حاجة عودي، ايه اللي حصل؟ بنتي حضرتك ما رجعتش البيت من امبارح، تليفونها مقفول ومحدش في الشغل يعرف هي فين، اخدت عربيتها واختفت تماما. طيب سألتي قرايبكم اصحابها؟ سألت كل الناس، ما سبتش حد لما سألت عنده عليها، بس محدش عارف لها طريق. بنتك عندها كم سنة؟ 26 سنة، وهي مش من طبعها تعمل كده، عمرها ما بتتأخر عن ابنها. ابنها؟ هي متجوزة؟ لا، مطلقة وعايشة معايا في نفس البيت. وطلقها؟ سألتيه عليها؟ ما يمكن رجعوا لبعض. طلقها مسافر برا مصر بقاله سنة. طيب يا حاج، أنا هحرر لك محضر وهنبدأ نتحرى عنها. كتر خيرك يا ابني، بس في حاجة حضرتك لازم تعرفها. ها ايه تاني؟ كان في تليفونات غريبة بتجيلها من أرقام مجهولة، حد بيهددها وبيقول لها انه هيقتلها. ساعتها سبت التليفون من ايدي وبصت لها. حد بيهددها؟ طب احكيلي اللي حصل. صارت اتجوزت وهي 22 سنة، ومفيش سنتين واتطلقت من جوزها. ابنها كان ساعتها عنده شهور، ولاني ما عنديش غيرها قلت لها تيجي تعيش معايا. كانت مكتئبة فترة طويلة، بس شوية بشوية أقنعتها تنزل تشتغل وما تشيلش هم ابنها. أنا ما كانش عندي حاجة أعملها، فكنت باخد بالي منه، وكان المهم عندي إنها تغير جو وترجع سارة بتاعت زمان. وفعلا اشتغلت في شركة عقارات كبيرة، ولأنها كانت ذكية وشاطرة عرفت تترقى وتكسب كتير، لدرجة إنها من بعد سنة واحدة بس في شغلها جابت لنفسها عربية صغيرة. أنا كنت مبسوطة قوي إنها بتتغير للأحسن، وإنها خلاص ما بقتش زعلانة ولا قافلة على نفسها زي الأول. واستمر الحال على كده، بس من حوالي سنة بدأت تجيلها مكالمات غريبة. ألو، مين؟ شكلك كان حلو قوي النهاردة. أنت مين؟ بس في كل مرة كان بيقفل، مرة يقولها كنت حلوة قوي، مرة يقولها بحبك، مرة يقولها وحشتيني، وكان دايما بعد الجملة اللي بيقولها لها دي يقفل وما يقولش هو مين. فكرت تغير رقم تليفونها، لكن بسبب شغلها والعملاء بتوعها كان صعب تعمل كده.
كنا واخدين الموضوع هزار، وكانت بتقول دايما انها عارفة الصوت ده. يا ماما انا متأكدة اني عارفة الصوت ده، بس مش قادرة افتكر مين. طب حاولي تركزي كده يا بنتي، ده اكيد حد من صحابك ولا زمايلك عامل فيكي مقلب. بس المكالمات دي بقالها شهرين يا ماما، يعني لو حد عايز يهزر كان زمانه زهق وقال لي او بطل. بطلت كلامه كأنها بتفتكر حاجة. كملي حاجة. وبعدين بعد كام شهر يا ابني بدأت المكالمات تزيد، بس اللي كان بيتكلم بطل يقول كلام حلو. كان بيقول لها انت خاينة، انا هقتلك. الو مين؟ انا مش هرحمك، هخليكي تتمني الموت. انت مين؟ ابنك الجميل ده مش هتشوفيه تاني. وليه ما بلغتيش يا حاجة؟ وليه بنتك ما بلغتش؟ بنتي كلمت المحامي الموجود في الشركة وسألته من غير ما تعرفه أي تفاصيل، بس هو ساعتها قال لها إن دي مجرد معاكسات، وطالما ما تعرفش الرقم مش هتعرف تعمله تتبع، ومحدش أصلا هيهتم ببلاغها. ساعتها سارة فكرت واتكلمت مع أكتر من حد من صحابها وزمايلها من غير ما تعرفهم إيه اللي بيحصل. كانت بتحاول تجس نبضهم وتشوف مين اللي ممكن يكون بيعمل كده، ولكن للأسف ما حستش إنه أي حد منهم. بس في نفس الأسبوع بدأت تروح تتمرن في الجيم على رياضة من بتوع الدفاع عن النفس. كانت بتحاول تطمن نفسها على قد ما تقدر. وبعدها بدأت التليفونات تزيد، اللي كان بيكلمها بيوصف لها حاجات جوه البيت، بيقول لها هي لابسة ايه وعملت ايه وراحت فين خلال اليوم. وكانت كل مرة بتتأكد ان الشخص ده بيراقبها وانها تعرفه، لكنها مش عارفة ولا قادرة تفتكر هو مين. وفي يوم جالها مكالمة تانية. ألو ازيك، وحشتيني، جبتلك هدية رغم ان انا زعلان منك. انت مين وعاوز ايه؟ الهدية برا على عربيتك. وقفل في وشها كالعادة، وهي لبست اسدال ونزلت جري تحت العمارة. بصت على عربيتها ولقيت عليها وردة حمراء بس دبلانة. هي كانت عايزة تتأكد إذا كان فعلا بيراقبها ولا بيقول أي كلام. ولما طلعت البيت بالوردة كانت منهارة، بتعيط وبتقول وصل لحد هنا. كان كل اللي مخوفها أنه يخطف ابنها أو يعمل له أي حاجة. شكت في طليقها، ولما سألت عليه عرفت أنه مسافر بقاله فترة. الكلام ده كان من إمتى حاجة؟ من أسبوعين. وبعدها اتصل تاني؟ أيوة، كل يوم كان بيتصل، كل يوم كان بيهددها وبيقول لها انت خاينة ومفيش فايدة فيكي، انا هخلص عليكي وهدبحك وهقتلك. هو ممكن يكون عمل فيها حاجة؟ ساعتها معرفتش ارد عليها. خدت كل البيانات عن بنتها، ارقام تليفوناتها، صورتها، عنوان شغلها، رقم عربيتها حتى، وخط سيرها في اليوم اللي اختفت فيه. وسألتها تقدري تفتكري حصل ايه قبل ما تختفي؟ نزلت شغلها في ميعادها الصبح، وبعدها على نص اليوم رجعت البيت تشوف ابنها. هي كانت متعودة على كده، بس وهو بيسلم عليها دلق العصير وجي جزء منه على الكوفية اللي كانت لابساها، كان لونها اسود، ولبست واحدة تانية لونها احمر ورجعت تاني على شغلها. وعلى الساعة 8 كان معاد خروجها من الشغل. قالت لي ان في واحدة من زمايلها تعبت فجأة وراحوا بيها المستشفى، وانها هتفضل معاها لحد ما توصلها بالعربية وترجع. وبعدين مفيش اي حاجة من ساعتها، ما شفتهاش. ودخلت الست في نوبة عياط جديدة. حاولت أطمنها أننا هندور على بنتها، بس كان جوايا إحساس شبه مؤكد أن كل دي أفلام، وأن بنتها أكيد مصاحبة ولا متجوزة من وراها وبترملها ابنها وتروح بقى تعيش حياتها. وبدأنا التحريات، وطبعا كان المشتبه الأول في الحالة دي هو طليقها، ولكن فعلا التحريات أكدت أنه مسافر بقاله 11 شهر برا مصر، وانهم بعد الطلاق قطعوا علاقتهم ببعض تماما، حتى نفقة الطفل جد الولد هو اللي كان بيدفعها. واثناء التحريات عرفنا انها كانت مجتهدة جدا في شغلها وشاطرة جدا، وده عمل لها عدوات كتير، الا انها كان عندها عملاء كتير جدا، وكانت بتحقق دخل كبير بالمقارنة بباقي الناس اللي معاها في نفس المكان. وبدأنا نتحرى عن كل اللي موجودين معاها، ولكن مفيش اي حاجة ظهرت. الحاجة اللي أبهرتني إن الكل اتفق على إنها كانت أم بتحب ابنها جدا ومتعلقة بيه جدا،
لدرجة إن ما كانش ليها أي أنشطة تعملها بعد الشغل غير إنها تروح تقعد معاه وتلعب معاه وتقضي أكبر وقت ممكن معاه. كانت بتحاول تعوضه عن حرمان الأب، وعلشان كده حياتها كانت عبارة عن شغلها وابنها وبس. عملنا تتبع لرقمها ولكن للأسف التليفون كان مغلق، ولما جبنا سجل المكالمات لقينا إن في مكالمات فعلا مدتها صغيرة جدا كانت بتوصل لها، بس كلها كانت من أرقام غريبة، واتضح أنها كلها أرقام فيك من اللي بتعمل مكالمات مرة واحدة واللي بيعملها تطبيقات معينة يعني. وللأسف الأرقام دي كانت كل مرة بتيجي من أي بي مختلف، وبتتبع الأي بيهات دي كنا بنوصل لأماكن مختلفة في العالم، وطبعا دي كانت طريق مسدود وما استفدناش منها أي حاجة. الخطوة اللي بعد كده كانت كاميرات المراقبة في شارع عمارة سارة، واللي لما رحنا نجيبها علشان نشوف مين اللي حط الورد على عربيتها برضو ما وصلناش لحاجة. كل اللي وصلنا له واحد لابس اسود في اسود وكاب اسود ونضارة وكمامة، وطبعا كان مستحيل نتعرف عليه لانه ببساطة مفيش اي حاجة فيه باينة، ودي كمان كانت طريق مسدود. اسبوعين كاملين من البحث عن الولا شيء، مفيش اي حاجة تفيدنا. حققنا مع زمايلها وتحديدا البنت اللي قالت انها تعبت، زميلة سارة، ولما حققنا معاها اتكلمت وقالت ان سارة وقفت معاها يومها موقف مش ممكن تنساه ابدا، ويومها كانت مشغولة جدا وجالها هبوط، وللأسف ما كانش فيه أي حد من الموجودين فكر يساعدها إلا سارة، وكانت معهم واحدة كمان في المكتب، وسارة سندتها هي وزميلتها ونزلوا وركبوا العربية، طلعوا على أقرب مستشفى وهناك قالوا لها إنها لازم تعلق محلول، وطلبت من سارة إنها تمشي علشان ابنها، وقالت لها أنا أخلص المحلول واركب أي حاجة واروح، ولكن سارة رفضت وقالت إنها مش هتسيبها. وفجأة البنت صاحبتها دي بدأت تنهار وتقول أنا حاسة إن أنا السبب في اللي حصل لها. فرديت عليها وقلت لها كملي من فضلك، اللي هتقوليه مهم جدا في إننا نلاقي الأستاذة سارة. حاولت تتمالك نفسها وكملت. على الساعة 11 الدكتور قال إنه بمجرد ما المحلول ما هيخلص هقدر أتحرك، وفعلا مفيش خمس دقايق وكنت بجهز علشان نمشي. طلعنا من المستشفى على 11 ونص تقريبا. سارة قالت إنها هتسبقنا علشان تقرب العربية من المدخل علشان مش محتاجين نمشي كتير، وفعلا سبقتنا وراحت على الباركينج، بس الغريبة انه مفيش دقيقتين ولقينا سارة مشغلة النور العالي في العربية وبتجري بسرعة. زميلتنا كانت معانا وفضلت تنده عليها بصوت عالي بس ما وقفتش. ساعتها تصورنا انه اكيد حاجة حصلت لابنها وراحت له، وقعدنا على باب المستشفى وطلبنا تاكسي وروحنا. وما سألتوش عليها؟ لا طبعا، لما وصلت بيتي حاولت اتصل بيها كتير بس تليفونها كان مقفول، وقلت خلاص هنام وبكرة هشوفها في الشغل واطمن عليها، بس هي ما راحتش الشغل، وده خلاني أنا وزميلتي اللي كانت معايا نقلق، وقررنا نروح لها بعد الشغل. بس لما رحنا مامتها كانت منهارة وعرفنا أنها ما روحتش، وعلشان كده قلنا لمامتها تبلغ عن اختفائها. طيب أنت متأكدة أن سارة هي اللي كانت بتسوق العربية؟ فكرت شوية وبعدين ردت بصراحة النور كان عالي قوي وكمان العربية كانت ماشية بسرعة، أنا حتى ملحقتش أشوفها كويس. شكرتها وطلبت منها تمشي واستدعيت زميلة سارة التانية اللي كانت معاهم قبل ما تختفي، وسألتها نفس الأسئلة وقالت نفس الإجابات. أنا ما شفتهاش، أنا حاولت أنده عليها بس اتحركت بسرعة جدا، ملحقتش أشوف أي حاجة، استغربت بس قلت يمكن حصل حاجة لمامتها ولا لابنها وعلشان كده مشيت بالطريقة دي، الموضوع كان غريب ومش طريقة سارة أصلا. يعني إيه مش طريقة سارة؟ أنا اشتغلت مع سارة من كام شهر وهي اللي كانت بتدربني على الشغل، وكتير كنت بطلع معاها نقابل عملاء برة، وكنت دايما بركب معاها عربيتها وكانت على طول سواقتها هادية. سارة كانت بتخاف تسوق بسرعة علشان كانت دايما بتقول إن ابنها ملوش غيرها هي ومامتها، وبتخاف على نفسها علشانه. كلامي مع زمايل سارة برضو كان طريق مسدود، محدش فيهم شاف ولا سمع أي حاجة، وجايز جدا تكون هي اللي كانت سايقة العربية لأي سبب. أسبوعين كاملين بنلف في دوائر ومش لاقيين أي إجابات، كل الشواهد بتأكد إنها كانت ست محترمة ملهاش علاقات ولا اهتمامات إلا بابنها وأمها وشغلها. وبصراحة كلام أمها عن التليفونات والتهديدات وعلى الرغم من الأدلة اللي لقيناها إلا إنه ده مش إثبات لأي حاجة. بالصدفة يومها جالي واحد صاحبي وكان شغال صحفي حوادث، وكان جاي بيدور على خبر ينشره يطلع ويكون حصري. ساعتها قلت له على سارة، موظفة في شركة عقارات مطلقة وعندها ابن وحيد، راحت مع زميلتها العيانة مستشفى ومن ساعتها محدش شافها،
وما قلتش أي تفاصيل تانية واتنشر الخبر. وبعد يومين لقيت صاحبي ده جاي لي تاني. تخيلت إنه جاي عايز أخبار جديدة، ولكن اللي قاله كان غير كده خالص. إيه اللي جابك تاني؟ أنت مش لسه واخد خبر طازة؟ إيه ما بتشبعش؟ عايز أخبار تانية؟ صاحبي ده كان شكله مش مظبوط، بصلي وقال لي لا أنا جاي لك علشان نفس الخبر. لا يا حبيبي مفيش جديد، أنا مش هقدر أطلع معلومات أكتر من كده. الجديد عندي أنا يا أدهم، اسمع كده. طلع تليفونه وفتح برنامج تسجيل المكالمات وشغله وحط التليفون على مكتبي، وابتدت المكالمة. ألو، اسمعني وما تقطعنيش، قول لهم محدش يدور على سارة، أنا قتلتها وخلصت منها، كانت خاينة، أنا حبيتها بس هي ما كانتش تستاهل الحب ده، قذرة، كان لازم أتخلص منها، بطلوا تدوروا عليها، محدش هيلاقيها. وتقفل الخط تاني. قطفت التليفون من على المكتب وعدت المكالمة من الأول مرتين أو ثلاث مرات مش عارف، وبصيت له وطلبت منه يطلع الرقم، وللأسف نفس الأرقام الفيك والآي بي اللي مش معروف من أنهي دولة. خدت منه التسجيل وبعته للمعمل الجنائي، ولما التقرير طلع اتأكدنا أن الصوت ملعوب فيه بأداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، ومعرفناش نوصل لحاجة. بعدها بكم ساعة اتبلغ عن عربية مولعة على الطريق، ولما كشفوا على العربية عرفوا أنها عربية سارة، بس مفيش أثر لأي حد جواها ولا حتى أثر لحادثة، وده معناه أن العربية دي متولع فيها بالقصد علشان أي أدلة فيها تختفي. وللمرة اللي مش عارف كام السكة تتقفل قدامنا. كنت بحاول أمشي في كل الطرق وتابع أي خيط، ولكن للأسف ما كانش فيه أي إجابات، وعلشان القضايا كانت كتير القضايا دي اتحفظت ومعرفناش نوصل لأي حاجة تخص سارة. وبعد سنة كاملة وفي نفس يوم اختفائها وأنا قاعد شغال على قضية تانية، كانت قضية سارة راحت من دماغي تماما. سمعت صوت خبط على الباب والعسكري دخل وهو بيقول لي إن في واحدة ست برة عايزاني. قلت له ست مين؟ قال لي إنها أم سارة وحضرتك عارفها كمان. رجعت بالكرسي لورا وقفلت الملف اللي كنت شغال عليه وقلت له يدخلها. دخلت والدة سارة، كان شكلها كبر يجي 20 سنة من آخر مرة شفتها، والمرة دي برضو بتعيط ومنهارة جدا. قمت وسلمت عليها، اتفضلي ارتاحي. أنا آسفة يا ابني إني جيت لك تاني، أنا عارفة إن القضية اتقفلت، بس أنا حصل معايا حاجة غريبة وكان لازم أبلغك. حاولت أريحها وسألتها إيه اللي حصل؟ النهاردة جالي تليفون من رقم غريب بيقولي بطلي تدوري عليها مش هتلاقيها، وقفل من غير حتى ما يديني فرصة أسأله عنها. طلبت تليفونها وعملنا بحث عن الرقم، وزي كل مرة رقم فيك ملوش لا بيانات ولا صاحب. كنت حاسس إن القضية دي مش هتنتهي أبدا، دماغي اللي عادة بيكون فيها مليون فكرة عجزت تماما عن إنها تلاقي حل أو تصرف في القضية دي. طلعنا أمر نيابة بمراقبة تليفون والدة سارة، وشهر واثنين وتلاتة، وكل أسبوع في نفس الميعاد بيجي لها مكالمة جديدة. أنا قتلتها وهقتلك أنت كمان لو ما بطلتيش تدوري، انسيها بقى بدل ما تحصليها، بطلي تدوري بدل ما أخد ابنها كمان وتدوري على الاثنين. كلام بشع وتهديدات صريحة، وإحنا مش عارفين نوصل لأي حاجة، كلها أرقام مزيفة ومش عارفين نتتبعها. وللأسف اضطرينا نوقف مراقبة على التليفون، وحتى والدة سارة استسلمت وفقدت الأمل إن المكالمات دي تنتهي. كنت بحاول أتواصل معاها من وقت للتاني علشان أعرف إذا كانت المكالمات دي مستمرة ولا لأ، وللأسف المكالمات فضلت مستمرة 4 سنين متواصلة، كل أسبوع نفس الصوت بيكرر نفس الكلام، وكل مرة بيتصل بتكون والدة سارة يا إما لوحدها في البيت أو مع ابن سارة لوحدهم، وعمره ما اتصل وحد غيرها في البيت، وده خلاها تعيش في رعب على نفسها وعلى حفيدها. حتى الشرطة نفسها مش قادرة تعرف مين ده ولا هو فين، ولا قادرة تسيطر على مكالماته ليها. الرعب والخوف والحسر على بنتها خلوا حياتها جحيم، ورغم أني كنت شاهد على اللي بيحصل معاها إلا أني ما كانش في إيدي أي حاجة أعملها،
اصلا انا عندي رؤساء، والرؤساء دول مش شايفين ان القضيه دي تستحق نسخر لها وقت وجهد وموارد اكتر من كده. مش استهانه بروح ساره وعيلتها، بس لاننا عندنا قضايا كتير تانية بتجيلنا كل يوم، فالقضيه دي تم تأييدها ضد مجهول ولم يستدل على المفقوده زيها زي كتير غيرها. ولكن القضيه دي غيرتني بجد، علمتني اكثر نمط التفكير بتاعي، وعلمتني ان مفيش حاجه اسمها صوره نمطيه ولا قوالب معينه للتصرفات، واننا ببساطه ما ينفعش نتوقع اي تصرف من اي حد ونسلم ان هو ده الصح ومفيش غيره. وعلشان كده مرت 6 سنين على اختفاء ساره، 6 سنين كاملين فيهم اترقيت وبقيت رئيس مباحث اسم الهرم، ولسه من وقت للتاني بكلم والده ساره وبسال عليها، وكنت حاسس بمسؤوليه ناحيتها او يمكن تانيب ضمير. انا معرفتش اعمل لها حاجه، والمفروض ان انا بشتغل علشان اساعد الناس تسترد حقوقها، بحارب الشر والمفروض ان انا اهزم الشر ده علشان الخير ينتصر. طب هو الخير انتصر في قضيه ساره؟ لا، الخير هو اللي خسر، ومش خساره واحده، الخير خسر كل حاجه. ام فقدت بنتها، وابن فقد امه، وشابه جميله فقدت حياتها او حريتها لو كانت لسه عايشه، ومحدش يعرف عنها حاجه. وفي يوم جالنا اشاره غريبه انه ماسوره ميه اتكسرت في شارع من الشوارع الجانبيه، وانه اثناء الحفر علشان يحطوا اساسات العماره حصل شيء غريب، ولكن الموقف نفسه ما كانش غريب، كسر المواسير ده عادي وبيحصل كل يوم. ولكن اللي مش عادي ان الميه اللي طلعت من الماسوره جرفت جزء كبير من الرمله والزباله اللي كانوا بيحفروا فيها علشان يحطوا الاساسات الجديده، وساعتها لقوا عظام بشريه. البحث الجنائي فورا توجهوا للمكان وجمعوا العظم واي متعلقات لقوها، وللاسف الجثه كانت عباره عن عظم بس، عظم متفحم تماما لدرجه ان دكتور التشريح ما قدرش يعرف سبب الوفاه، وما قدرناش نحدد هويه الجثه، ولكن الاكيد ان الوفاه دي كانت من 6 سنين. كانت الحاجة الوحيدة اللي ممكن تساعدنا نتعرف على الجثة هي الساعة المعدن اللي كانت في عظم الإيد. أول حاجة لاحظناها إن الساعة كانت واقفة على الساعة 12:30 بالليل، وفورا طلعنا قرار بالبحث عن البلاغات بتاعة المتغيبين من 6 سنين. وفجأة لقينا قضية سارة. رجعت المحضر بنفسي، وساعتها عيني وقعت على وصف اللبس اللي كانت لابساه ساعة ما اختفت، ساعة كاسيو معدن في ايديها اليمين، لانها كانت بتعتمد على ايديها الشمال اكتر، وفعلا الساعه كانت في الايد اليمين. طلبنا من الام تيجي وتشوف الساعه، بس قبلها طبعا اخذنا عينه منها علشان نثبت اذا كانت في تطابق يعني في الحمض النووي مع العظم اللي لقيناه ولا لا. وفعلا والده ساره وصلت وكانت مرعوبه. حسيت ان لسه عندها امل ان بنتها تكون عايشه وموجوده وما حصلهاش حاجه، وحاولت امهد لها ان احنا لقينا الساعه دي في وضع مش مبشر ابدا، وانها هتاكد لنا لو كانت ساره فعلا حصل لها حاجه او ما تكونش هي صاحبه الجثه اللي لقيناها. واول ما شافت الساعه انهارت في العياط، وفضلت تصرخ هاتولي بنتي هاتولي بنتي، عايزه اشوف بنتي، طب هي عايشه ولا ماتت؟ ومفيش ثواني وقعت من طولها. نقلناها فورا على اقرب مستشفى، والدكتور شخصها انهيار عصبي. استنيت اسبوعين لحد ما الدكتور قال لي انه ينفع اتكلم معاها، وانا كنت عايز بس اقول لها انه للاسف اتاكدنا بالدي ان ايه ان دي جثه ساره، واسالها هي عرفت الساعه ازاي. دخلت عليها الاوضه، وعلى قد ما كانت زعلانه على قد ما حسيتها ارتاحت. اصل المجهول ده صعب، انك تفقد ابن او ابنه وانت مش عارف مصيره ده عذاب. على الاقل هي عرفت مكانها دلوقتي، حتى لو كانت ماتت على الأقل هي عرفت مكانها. عاملة إيه دلوقتي يا حاجة؟ الحمد لله أحسن. أنا كنت مستنيكي تتحسني علشان نتكلم. هي يا ابني، هي ساعتها. كنت بحاول أراعي حالتها، بس كان لازم أعرف منين جابت التأكيد ده إن دي ساعد بنتها. عرفتي إزاي؟ علشان دي آخر هدية يجيبها لها أبوها قبل ما يموت. فاكرة يومها لما نزلنا اشتريناها، طلب من الراجل يحفر عليها حرف إم علشان معاذ ابنها، ومن يومها عمرها ما بتقلعها من إيدها. بصيت لها بأسف، ما كنتش عارف أقول لها إيه.
أدهم بي، أنا بشكرك على وقفتك جنبي السنين اللي فاتت دي كلها. أنا لو كان عندي ابن كنت أتمنى يكون زيك. شكرا يا أدهم. رديت عليها وأنا فعلا محرج من اللي بتقوله. أنا فعلا معرفتش أساعدها. أنا آسف إن أنا معرفتش ألاقيها. كفاية إني دلوقتي عارفة مكانها. كفاية عليا. طلعت من أوضتها في المستشفى وأنا حاسس بالعجز. أنا فعلا ما قدرتش أساعدها ومعرفتش أقوم بدوري معاها، وحاولت أنسى الموضوع. بعدها تقريبا بكام شهر جه بلاغ جديد في دايرة غير دايرتي، صوت صريخ في شقة وتكسير، والجيران حاولوا يدخلوا ويخلصوا اللي كان بيحصل، ولكن للأسف صاحب الشقة حلف إنه لو حد دخل هيدبح مراته وبنته. على ما وصلت قوات الشرطة المكان كان الراجل نفذ تهديده فعلا وقتل مراته وبنته، وعلى طول اتقبض عليه متلبس وكان ساكت تماما طول التحقيق، مش بينطق بولا كلمة، ومهما حاولوا يستفزوه أو يسألوه عن اللي حصل ما كانش بيرد. عرضوا عليه صور مسرح الجريمة وما كانش بيتجاوب بأي شكل. البحث الجنائي لما راحوا يجمعوا الأدلة من الشقة لقوا أوضة مقفولة بقفل، ولما دخلوا فيها لأنهم اشتبهوا أن جواها حاجة أو حد، لقوا كل حيطان الأوضة عليها صور لواحدة ست. طبعا كل حاجة اتصورت وتحطت في أكياس الأدلة، ومن ضمن الحاجات اللي اتحطت في الأكياس كانت كوفية وشنطة حريمي جواها متعلقات شخصية. في الشنطة دي لقوا محفظة فيها بطاقة عليها اسم سارة، وساعتها لأن اللي ماسك القضية كان صاحبي وعارف الموضوع كله بلغني، ورحت وطلعت على الأحراز، وفعلا هي بطاقة سارة، صور سارة في الشغل وفي البيت وفي العربية مع ابنها في الحضانة وفي النادي، صور لسارة في كل مكان وبكل الطرق. كوفية سارة الحمراء اللي أمها وزمايلها وصفوها، شنطتها وتليفونها وكل المتعلقات الشخصية بتاعتها. قدمت طلب بإعادة فتح القضية ودخلت وشفته في أوضة التحقيق. ما كانش باين عليه أي حاجة. قعدت قدامه بالظبط ومش عارف أبدأ كلامي إزاي ولا أقول له إيه. مين ده؟ أنا غصت حرفين في كل شبر في حياة سارة وعمري ما شفت الشخص ده ولا قريت اسمه في أي تحريات عملناها. ما سمعتش اسمه من أمها ولا من زمايلها ولا من صحابها ولا في أي مكان تاني. سكوتي وأنا قاعد قدامه وطره، والهدوء اللي كان رسمه على كل الناس بدأ ينهار. لاحظت ده من طريقة قعدته اللي بدأت تتغير كل شوية. بعد ما كان قاعد ومرتاح ومتخيل إن هو مسيطر على اللي بيحصل حواليه، بدأ يحس إن في حاجة غلط. جسمه بدأ يتحرك لقدام في الكرسي وكأنه متوتر، وبدأ يحرك إيده ويهز رجله. كان بيحاول يسيطر على نفسه بس ما كانش قادر. قمت وقفت ساعتها وبصيت له وقلت له ده أنا بقالي 7 سنين بدور عليك. بص لي باندهاش، وكان متخيل إن هحقق معاه في قضية مراته وبنته. قتلت سارة ليه؟ استغرب، وفي ثانية واحدة لقيت إنسان تاني قدامي رد بمنتهى الثقة. علشان خاينة، تستاهل القتل، ما تستاهلش الحب، ما تستاهلش اللي كنت بعمله علشانها. معرفتش أطلع منه أي معلومات تانية. استدعيت والدة سارة وقلت لها إننا مشتبهين في حد ما ورا اللي حصل لسارة، ولما وريتها صورته معرفتوش. فضلت كتير تسألني إذا كان هو ده اللي قتل بنتها ولا لأ، بس أنا ما كانش عندي أي اعتراف كامل منه ولا أي دليل غير الصور والكوفية ومتعلقات سارة، وما كانش ينفع أجزم إذا كان ده القاتل ولا لأ. عملت استدعاء لأصحابها وزمايلها في الشغل ولكن محدش عرفه تماما. بس زميلة سارة اللي كانت معاها يوم المستشفى قالت حاجة غريبة جدا. قالت الشخص ده مش غريب عليا، أنا حاسة أن أنا أعرفه بس مش قادر أحدد فين ولا هو مين. طلبت منها تركز وتحاول ولكن للأسف مفيش فايدة. يومين كاملين عدوا عليا ومفيش أي جديد بيحصل. كل مرة بسأله فيها عن سارة بيردد نفس الكلام، خاينة، تستاهل القتل، ما تستاهلش الحب، ما تستاهلش كل اللي كنت بعمله علشانها. بعد يومين زميلة سارة جات لي المكتب وطلبت تتكلم معايا. أنا افتكرت حاجة بس مش عارفة إذا كان ده فعلا هيساعد حضرتك ولا لأ. افتكرت إيه؟ أي حاجة ممكن تساعدنا نعرف إيه اللي حصل مع سارة. هو في أثناء شغلنا كنا بنعتمد في أغلب الأوقات إننا نشوف العملاء برا المكتب، ولأن سارة كانت مسؤولة عن منطقة معينة في 6 أكتوبر كانت بتنزل للعملاء بتوعها في كافيه هناك،
وأنا أعتقد أن الشخص ده كان شغال في الكافيه، بس مش قادر أفتكر إذا كان في بينه وبين سارة حاجة ولا لأ. بس ما أعتقدش، سارة ما كانتش بتكلم أي حد كده عادي، على الرغم أنها كانت لطيفة مع كل الناس. طيب فاكرة اسم الكافيه ده؟ فاكراه، بس ما أعتقدش أنه هو لسه موجود. هو تقريبا كان اسمه لافا كافيه. فعلا كان عندها حق، بالتحريات عرفنا أن الكافيه ده قفل من 3 سنين وفتح مكانه مطعم، ولكن لحسن الحظ كان لنفس المالك. ولما اتكلمت معاه قال لي انه فعلا الشخص ده كان بيشتغل جرسون في الكافيه، ولكنه فجأة اختفى وبطل يجي الشغل بدون اي مقدمات، لدرجة انه حتى ما خدش باقي حسابه. ولما سألته الكلام ده كان من امتى قال لي انه من 7 سنين. ولما سألته ازاي فاكر قال لي انه طاقم الناس اللي معاه زي ما هم، والناس اللي اتغيروا عدد قليل جدا، فهو فاكرهم واحد واحد. حاولت اجمع الخيوط يمكن افهم حاجة، ايه العلاقة اللي ممكن تربط واحدة زي سارة بواحد زي ده؟ سارة كانت ناجحة ومعاها فلوس ومهتمة بشغلها وابنها، وده كان جرسون في كافيه، ازاي اصلا يبقى في حاجة بتجمعهم؟ حاولت اربط الخيوط وطلبت من البحث الجنائي يعيد تفتيش تليفونها، متعلقاتها، اي حاجة، ولكن مفيش. كل حاجة بتقول ان مفيش اي حاجة تربطهم ببعض. بس ازاي بيقول عليها خاينة وما تستاهلش الحب وما تستاهلش اللي كان بيعمله علشانها؟ مر وقت طويل وهو ما بين التحيات في قضية مراته وبنته اللي رافض يقول فيها أي حاجة، وما بين محاولاتي إني أطلع منه بأي اعتراف أو أي حاجة تثبت علاقته بسارة. وفي يوم من الأيام جالي تليفون من صاحبي اللي كان ماسك القضية وبيقول إن المتهم طالب يتكلم معايا. سبت كل حاجة في إيدي ورحت له فورا. بص لي بنظرة مليانة تحدي وقال لي: مش هتلاقيها. بصيت له باستغراب وقلت له: لقيتها. حسيت انه اتصدم، اتوتر، بان عليه الخوف. سارة ما كانتش تعرفك صح؟ لا لا، كانت تعرفني، كانت تعرف ان انا بحبها. انا كنت بقول لها، بس هي كانت بتعمل نفسها مش شايفاني، بتتجاهل غيرتي عليها، بتقابل رجالة قدامي، مش بتراعي ان انا بحبها. كل مرة كانت بتيجي علشان انا، كانت بتحاول تخليني اغير عليها، وانا كنت بحط لها ورد علشان تعرف ان انا بحبها، بس هي حتى ما كانتش بترضى تاخد الورد. سكت شوية وبعدها كمل كلامه بصوت كأنه بيضحك: المرة الوحيدة اللي خدت الوردة لما جيت لها عندها البيت. كنت عارف انها بتحب الورد وبتحب تتقل عليا، بس ما كانتش بتسمع الكلام. قلت لها بطلي تقابلي رجاله، بطلي تتاخري برا البيت، وبعدين خلاص فاض بيا، كان لازم اتصرف. رحت لها واستنيتها قدام المستشفى عند عربيتها، واول ما قربت علشان تركبها ضربتها على دماغها ووقعت. خدتها في ساعتها وحطيتها في شنطه العربيه وشغلت النور العالي علشان الدنيا كانت ضلمه، وطلعت بيها بسرعة لحد ما وصلنا بيتي. طلعتها من العربية وقفلت بقها بإيدي علشان ما تصوتش. دخلت بيها جوه وقعدتها، وبعدها حطيت شريط على بقها. اتكلمت معاها، فهمتها اللي بحس بيه لما بشوفها، لما كنت بشوفها بتقابل رجالة ولا بتتأخر برا البيت. عارف ردها كان إيه؟ قالت لي: أنت مجنون، أنا ما أعرفكش. أنا ما أعرفكش؟ طب واللي بينا؟ دي كانت بتضحك لي كل مرة بشوفها فيها، كانت بتقول لي كلام حلو وبتشكرني كل مرة أجيب لها وردة وأرسم لها قلب على فنجان القهوة اللي بتحبه. شفت كل اللي عملته لها؟ ما تستاهلوش، كان لازم تموت. خنقتها وخدت جثتها الزبالة الخاينة ورميتها في أقرب مقلب زبالة. كنت عارف إن الناس بتولع في الزبالة كل كام يوم، وأكيد جثتها هتختفي ومفيش حد هيعرف يوصل لها. خلص كلامه وفضل يضحك كتير كتير جدا. طلبت تحويله للجنة من الطب النفسي لتقييم حالته، وللأسف اتشخص بأنه مصاب بمتلازمة الهوس العاطفي. سارة ما كانتش بتحاول تشغله ولا تعبر عن إعجابها بيه، ولا أصلا كانت واخدة بالها منه، بس المريض بالهوس العاطفي بيفتكر أن أي كلمة شكر أو ابتسامة أو أي معاملة طيبة معناها أن الشخص ده بيحبه،
هو كان متخيل انها بتحبه ومعجبه باللي بيعمله علشانها، ولما لقى انها مش بتحقق له خيالاته، ولا بطلت الحاجات اللي كان بيغير منها، ولا غيرت في نمط حياتها، بقى عنيف معاها، اعتبرها خاينة وحاول يخوفها، ولما ما تغيرتش قرر انه يخلص منها لانها من وجهة نظره كانت خاينة. للأسف ما تحكمش في القضيتين، لان تشخيص الطبيب النفسي اثبت ان بتجيله نوبات غضب ما بيقدرش يتحكم في اعصابه، وبالرغم من انه قتل 3 اشخاص الا انه ما خدش اعدام، والمحكمة اكتفت بإيداعه عنبر الخاطرين في مستشفى العباسية للأمراض النفسية. وبس كده، بهنا تكون انتهت القصة. واللي أنا عايز أعرفه حقيقي هو إن احنا بقى إزاي نتعامل مع الشخص المصاب بهذا المرض، وإزاي نعرفه، وإزاي نقدر نتحاشى التعامل معاه، أو إننا نوصل للمرحلة دي معاه. طبعا مش هنجاوب تحت في التعليقات، لأن احنا كده بنحرق القصة على كل الناس اللي هتدخل تتفرج بعدكم. فللناس اللي هتعرف تجاوب على السؤال ده بطريقة عاقلة كده، ممكن تدخل على الانستجرام، هسيب لكم استطلاع رأي بمجرد ما القصة دي ما تنزل. وعايز أسمع الردود بقى، علشان أنا فعلا يهمني الأمر، وأكتر رد هنشوف إن هو أقرب للحقيقة وأقرب لرأي الدكاترة هننزله فورا باسم صاحب. فأنا عايز أعرف رأيكم، ولكن مش في التعليقات، رأيكم هيكون في صفحة الانستجرام، تفتحوا الستوري هتلاقوا فيها استطلاع رأي عن السؤال ده، تقدروا تكتبوا إجابتكم، بعد كده هنشيرها. طبعا شفتوا اللي حصل مع سارة والنجاحات اللي كانت فيها، وفي الآخر راحت على ما فيش. ولكن على ذكر النجاحات بتاعت سارة، حابب أفكركم بنجاحات شعبان النخال صديقي العزيز في قناته على اليوتيوب، والقصص المختلفة المميزة اللي دايما بيزعها. أتمنى أن أنتوا تزوروا قناته على اليوتيوب وتشتركوا هناك. أنا شفت بسم الله ما شاء الله عدد كبير جدا من عائلة الراوي هناك في التعليقات، وبصراحة ده شيء أسعدني جدا. إحنا أثبتنا أن إحنا جيش فعلا. أنا بشكركم جدا على اللي أنتوا عملتوه، وياريت نكمله كمان زيادة وزيادة، وندخل على كل القصص اللي هو بينزلها، نسمع مش بس نسبة حضور، لا نسمع كمان ونقول رأينا بكل صراحة. زي ما قلت لكم، هيتقبل النقد بصدر رحب، لأنه شخص محترم جدا ومجتهد جدا، فلازم ندعمه كل مرة بندخل فيها على قناته. فما تنسوش تزوروا قناته، هتلاقوها تحت موجودة في صندوق الوصف، شعبان النخال. وبس كده، لا تنسوا إخواتكم في فلسطين وغزة من دعواتكم، لأنه خلاص لم يتبقى لهم سوى الدعاء بعد كل هذه التخاذلات المشينة. هريت تدعو لهم. شوفكم الحلقة الجاية وتصبحوا على خير.